القيم وطموحات المقاولة والعلاقة المتينة والدائمة بين المغرب وفرنسا محاور هذه الندوة التي احتضنتها الجامعة الدولية بالرباط. مشاركة المحاضرة اللي لقاها الرئيس بيير غاتاز رئيس المقاولين الفرنسيين في الجامعة الدولية للرباط تدخل في إطار استراتيجية اللي كتبع الجامعة الدولية للرباط في انفتاحها للمحيط الخارجي المحيط الاقتصادي والاجتماعي. كانت محاضرة قيمة جدا، أولا حول أهمية دور المقاولة فيما يتعلق بالتنمية وبالنمو في الاقتصادي والاجتماعي. المقاولة هي الأداة الأساسية التي تمكن البلد من تخطي جميع الصعوبات فيما يتعلق بالتصدي إلى إطارة الشباب. صاحب الجلالة وضع مخططا لرؤية استراتيجية تتأسس على المقاولات والاقتصاد والاقتصاد البشري. أعتقد أن الاقتصاد ينبغي أنسنته لجعله في خدمة المواطنين إلى جانب تطوير المعارف والمهن. هذه الرؤية الاستراتيجية تتجسد على أرض الواقع في المغرب من خلال مشاريع الطاقات المتجددة والصناعة ومخططات 2020 و2025. رئيس اتحاد المقاولات الفرنسية أشاد بالمخططات المغربية التي تقوم على تنمية جميع القطاعات مبرزا متانة العلاقات بين المقاولات المغربية والفرنسية.